المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تواصل المركز مع الوزارة وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتغيير مواعيد امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامناً مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم أي إصدار لأي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن تطبيق نظام التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة، وأنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في موعد المقرر لها وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 15 يوليو 2023. وناشدت الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.